كتير من الشعراء والمطربين تغنوا وغنوا لبحيرة طبرية نظرا لموقعها الجغرافي الجميل وشاطئها الجميل أيضا، ونظرا لمياهها العذبة ومياهها مهمة جدا للبلاد، رغم أنه دائما بنسمع عن أزمة نقص مياه في بحيرة طبرية. أيضا طبرية مهمة سياحيا، فيؤمها السياح المسيحيين من كافة أنحاء العالم سنويا، نظرا لأن السيد المسيح قضى أهم فترات حياته في هذه المناطق، وأيضا تعمد في نهر الأردن المجاور لبحيرة طبرية وصنع العجائب. خلينا نسمع ونشوف سوا أغنية مياتك يا طبرية للفنان إياد خوري، وتشارك فرقة شهرزاد للرقص بإشراف الفنانة رينا جمال. الزير في أرضها وبساطها أخضر، ومالها مثل الذهب وحجارها مرمر. عم الزير في أرضها وبساطها أخضر، ومالها مثل الذهب وحجارها مرمر. مياتك يا طبرية أحلى من السكر، مياتك يا طبرية أحلى من السكر. عم الزير في أرضها وبساطها أخضر، ورمالها مثل الذهب وحجارها مرمر. مياتك يا طبرية أحلى من السكر، مياتك يا طبرية أحلى من السكر. والصار لما القمر من فوقها نور، فرق خيوط الذهب باليم تتعطر. والصار لما القمر من فوقها نور، فرق خيوط الذهب باليم تتعطر. ورمالها مثل الذهب وحجارها مرمر. مياتك يا طبرية أحلى من السكر، مياتك يا طبرية أحلى من السكر. عم الزير في أرضها وبساطها أخضر، ورمالها مثل الذهب وحجارها مرمر. مياتك يا طبرية أحلى من السكر، مياتك يا طبرية أحلى من السكر. شوف الصبايا الغيد عالشط تتسبح، والطير على الأغصان شاف الجمال سبح. شوف الصبايا الغيد عالشط تتسبح، والطير على الأغصان شاف الجمال سبح. ورمالها مثل الذهب وحجارها مرمر. مياتك يا طبرية أحلى من السكر، مياتك يا طبرية أحلى من السكر. عم الزهر في أرضها وبساطها أخضر، ورمالها مثل الذهب وحجارها مرمر.
عمي ازاي في ارضها وبساطها اخضر والرمال رمت للدهب واحجارها مرمر مياتك يا طبري يا احلى من السكر مياتك يا طبري يا احلى من السكر. الكرمل منطقة جبلية تقع قرب مدينة حيفا وهي منطقة مليئة بالأشجار. حياة الصيادين مليئة بالمخاطر والمغامرات، بس هني أصحاب نكتة ودم خفيف، ويمكن اكتسبوا هاي الصفات من حياة البحر. وإحنا موجودين هون التقينا مع فرقة شهرزاد وهني عم بتمرنوا على رقصة البحارة بإشراف الفنانة إيرينا جمال وباشتراك شباب من أهل المدينة. ومدينة عكا اسم ارتبط بالبحر، ورغم وجود سور عكا لم يمنع العلاقة وتلاحم أهل عكا بالبحر. خلينا نشوف سوا رقصة البحارة.